وللحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية، توقعات من قبل أوفك بارتفاع الطلب على النفط على المدين المتوسط وعفوا الطويل، إلى ماذا تستند برأيك وما هو النطاق السعري الذي قد تتحرك فيه الأسعار، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار تباطؤ بالاقتصاد الأمريكي وعوامل أيضا ضعيفة فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني؟ يعني نحن ننظر إلى هذه التوقعات على أنها مثل ما وصفوها أنها متوسط وطويل الأجل، تصل إلى عام 2045. ممكن أن يكون ذلك مرد إلى زيادة في الاستثمارات متوقعة في الفترة القادمة بعد فترة الركود التي تعيشها بعض الدول حاليا ومقبل إليها دول أخرى. بالتالي يعني هذا يعني أنه لما ندخل بمرحلة ركود اقتصادي ممكن يكون في تحفيز للأسواق بشكل عام، بنتيجة هذا التحفيز ممكن تتشجع الأعمال التجارية ويزداد الطلب مرة أخرى. نحن لا ننسى أنه نحن عم نعاني من مستويات ركود حالية، ومع ذلك أوبك بلس قادرة على أنها تحقق توازنات لأسعار نفط أعلى، ممكن ذلك سبب أو خدم بطريقة غير مباشرة ارتفاع في مستويات التضخم وضغط أكثر على الاقتصادات في الفترة الحالية لتشديد السياسة النقدية، وهذا ما يسبب تراجعات نسبية ممكن نشوفها في أسعار النفط نتيجة القوة في الدولار الأمريكي بالفترة الماضية. ومثل ما وصفت منذ قليل الدولار الأمريكي بدأ بعض التراجعات حاليا، لذلك رأينا قد يعزز ذلك من يرتفع من مرة من عملية دعم أسعار النفط المرتفعة. أصلا برأيك هل ستشجع هذه الأسعار الحالية للنفط مستويات فوق 94 دولار كما لاحظنا اليوم على مستوى برنت، هل ستشجع عودة النفط الصخري خلال المرحلة المقبلة؟ ممكن جدا أنه يحدث ذلك الأمر، ولكن لا ننسى أنه النفط الصخري مرتبط بتكاليف أخرى إضافية تزداد مع ارتفاع مستويات التضخم. بالتالي عملية الإنتاج النفط الصخري أيضا كسعر يستطيعون الإنتاج عنده وتحقيق العوائد الجيدة حتى يتوسع الاستثمار في النفط الصخري، ارتفع هذا السعر أو سوق التكلفة، خلينا نقول سعر التكلفة بالنسبة لشركات النفط الصخري، وبالتالي يحتاج مستويات قد تفوق $100 للبرميل حتى يكون هناك جاذبية للاستثمار. لأنه ما ننسى أنه في عندي أيضا يعني طلب متضرر بالفترة الحالية نتيجة الريسيشن أو الركود الذي يصيب العديد من الاقتصادات، منها الاقتصادات الأوروبية، ومنه أيضا اللي شاهدناه في بيانات الصينية مؤخرا يوم أمس التي أظهرت أن مؤشرات أسعار مديري المشتريات في الصين وهي تقيس التضخم أيضا هي ليست بقراءة إيجابية، وذلك يهدد يعني آفاق مستقبلية للنمو. بالتالي هذا يؤكد أنه النفط الصخري يحتاج إلى أسعار أعلى من الأسعار الحالية، ممكن أن تفوق 105 إلى $110 البرميل حتى يشكل عبء إضافي من ناحية المعروض النفطي. إذن كما تفضلت يعني خطة أوبك بلس لا تزال ناجحة بشكل قياسي في السيطرة على الأسعار والمعروض بشكل عام. فيما يتعلق بالشأن الأوروبي، كريستين لاغارد أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة حتى وإن عمق ذلك من الركود بمنطقة اليورو. برأيك هل من حلول أخرى؟ نلاحظ أن وتيرة أسعار الفائدة مستمرة ولكن التضخم لا يزال في مستويات قياسية، ما هي الحلول الأخرى؟ الاقتصاد خطر مواجهة التضخم الجامح المرتفع هو أكبر بكثير من أنه نواجه مشاكل في النمو الاقتصادي، لأن التضخم يحتاج إلى أو يخنق النمو الاقتصادي ويضطر السياسات النقدية أن تتجه نحو التشديد. لابد من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الريزية، برامج شراء سندات، برامج يعني نوعا ما تساعد في ضخ سيولة مطلوبة لبعض القطاعات حتى لا يكون هناك يعني أذى كبير أو كساد كبير في الأسواق، وخصوصا الأسواق الأوروبية التي تعاني من ارتفاع في أسعار الطاقة، وأعتقد هذا هو لب الموضوع بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. اتضحت الصورة. سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT، شكرا لك. شكرا لك.